هلا وغلا، جبنا لكم اليوم 5 ألعاب صدرت على أجهزة الكونسول وقتها وأحرجت البي سي في القوى الرسومية اللي كانت فيها. قبل ما نبدأ أتزر لايك واشترك في القناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy 13، صدرت على أجهزة الإكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3. كانت من أكثر الألعاب المنتظرة لسلسلة Final Fantasy، خصوصاً بعد إعلانهم أنها بتكون ضمن مجموعة نوفا كريستاليس واللي تكون فيها لعبة Final Fantasy Versus 13 اللي بعدين صارت Final Fantasy 15 وأيضاً Final Fantasy Agito. ولما صدر الجزء 13 كلنا انبهرنا من الرسوم القوية واستعراض البيئة اللي كانت فيه، لكن للأسف الجيم بلاي كان ممل جدا ومبسط بشكل مبالغ فيه، ليت مستوى اللعبة ارتقى إلى أن يوصل لمستوى الرسوم اللي كانت فيها لعبة Final Fantasy 13. ثاني لعبة معانا هي لعبة Uncharted 4. سلسلة Uncharted معروفة ومحبوبة جدا لدى عشاق استوديو نوتي دوغ، والسبب ان شخصية نيثن دريك وصلي رهيبين جدا، والحوارات اللي فيه كانت مسلية، تحس انك كنك تشاهد فيلم لانديانا جونز واللي طبعا انبنت عليه السلسلة. الجيم بلاي فيه كان مسلي جدا وممتع، وطبعا اللعبة في كل جزء كانت تبهرنا اكثر برسومها من ناحية البيئة ورسوم اللعبة نفسها. وانشارتد 4 كان من اوائل الالعاب اللي استعرضت فيها تقنية الـ HDR وقتها، وايضا الـ 4K على جهاز PlayStation 4 Pro. طبعا الرسوم داخل اللعبة كانت مبهرة جدا وجميلة، وتقدر تلعبها في اي وقت ولسه تقدر تنبهر منها، من اجمل العاب الجيل. ثالث لعبة معنا هي لعبة Gears of War. نزلت حصرية لجهاز الـ Xbox 360 وقتها، طبعا كان عنوان جديد كليا ما حد عمره سمع عنه ولا يدري وش هو. كلنا انبهرنا من اللعبة لما صدرت ورسوماتها القوية جدا وقتها، ما كانت في أي لعبة أكشن ومسدسات تنافسها في القوة الرسومية والأداء، خصوصا التفاصيل في الدروع والشخصيات والأعداء والبيئة اللي انبهرنا فيها كثير. واللي بهرنا أكثر هو فخامة اللعبة من ناحية القصة والحوارات، وأيضا نظام اللعبة فيها والنظام اللعبة التعاوني واللعبة التنافسي، كانت لعبة سابقة وقتها وتعتبر من أفضل الجواهر اللي صدرت في وقتها على جهاز الإكس بوكس 360. رابع لعبة معانا هي لعبة The Last of Us 2. لعبة The Last of Us تعتبر من أكثر ألعاب بلاي ستيشن إعجاباً من ناحية الجمهور بسبب وجود قصة جميلة وحوارات عظيمة وحتى بعد رسوم جميلة جداً. طبعاً شخصية إلي وجول هم أيضاً الناس يحبونهم. الجزء الثاني رفع سقف التوقعات من ناحية الرسوم والأداء لأنها أبهرتنا برسومها القوية من ناحية الشخصيات والبيئة وأيضاً رسوم المؤثرات اللي فيها، كان فيها تفاصيل جداً دقيقة خصوصا المباني والمحلات وايضا الاشجار وسقوط الثلج والبيئة الثلجية، جدا كانت مبهرة وتحس فيها بعض الخصائص اللي الحين تعتبر مطلب في الالعاب الجديدة مثل ريت ريسينج. متحمسين نشوف كيف استوديو نوتي دوغ مستقبلا راح يبهرنا في جيل البلاي ستيشن 5. خامس لعبة معانا هي لعبة God of War. هي تعتبر جزء الرابع في السلسلة الهاكن سلاش المعروفة واللي عملت ريبوت لاسلوب اللعب كله لأن تم تغييره بالكامل، وهذا نشوفه قرار صائب جدا من الاستوديو خصوصا بعد ما صدرت ألعاب هاك أند سلاش كثيرة وقتها. وطبعا قرار ريبوت أيضا جمع تغييرات جذرية حتى في تقديم اللعبة والمحرك الرسومي اللي فيها، صارت الرسوم جدا مبهرة وفي تفاصيل جدا دقيقة تحس لعبة جيل سابقة وقتها من قوة الرسوم اللي فيها، وحتى الأداء كان ممتاز جدا في اللعبة، وحنا متحمسين نشوف كيف بتكون لعبة God of War في البلاي ستيشن 5. وهذه كانت الخمس ألعاب اللي فشلت أحرجت يعني عدت ألعاب البي سي وقتها. طبعا قولوا ايش رأيكم فيها، وأيضا إذا في ألعاب ثانية ما ذكرناها اذكروها تحت في الكومنتس. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.